أصابكم الله. ما حكم الشرع بنظركم في بعض الأسماء والتي قد تكون مأخوذة من بعض آيات القرآن الكريم مثل آلاء وأنفال وإسراء ومعراج؟ آلاء أصبر، عشو إيش هو آلاء وأنفال؟ أنقاذ أنفال أنفال وإسراء وإيش؟ إسراء إسراء ومعارج معارف معارج معارج, معارج. وأبرار وأبرار وطاهر إيش؟ وطاهر طه وياسين وياسين وكذلك الأسماء وصاد ونون وقاف وكذلك الأسماء التي مثل شيرين ها؟ شيرين شيرين ونسرين وش شيرين؟ أسامي نريد حكمها بالشرع جائزة؟ إيه. على كل حال بالنسبة للرجال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث مهمد، والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال. أما ما جاء في القرآن فما كان خاصا بالقرآن فلا يسمى به، مثل بيان موعظة وما أشبه ذلك، وما لم يكن خاصا بالقرآن فإنه لا بأس للتسمية به إذا لم يكن فيه تزكية. فأبرار مثلا لا يسمى به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم برة وهي واحدة، كيف على أبرار؟ لكن أثنان وأغصان وآلاء ما فيها شيء، نعم، وأنفال ما فيها شيء. بعده على اليمين، على اليمين والله ما أعرف شيرين إيه ما خلوا وش دل عليه؟ وش مالها عنده؟ آلهة الحسن ما يحب تسمية الأشخاص بما فيه الشرك ما يجوز.